أنا اسمي سهيل أحمد طلعت، عندي 15 سنة. أنا بدأت أعزف من 9 سنين، كان عندي 6 وقتها. أول آلة تعلمت أعزفها كانت الجيتار، بعد كده فايلين كمانجا، بعد كده أورج. وأنا يعني من زمان ما بحب أكتر من آلة، وبحب أعزف آلات كتير، فحبيت أتعلم على أكتر من آلة. يعني لو أنا بحب أكتر حاجة الفايلين الكمانجا، يعني دي أكتر آلة بحبها. وانا طبعا اول آلة اتقنتها كانت الاورج، والجيتار والكمانجا تقريبا يعني نفس الليفل، مش مختلفين. سهيلة من وهي صغيرة قوي، يمكن سنة أو حاجة، كانت بتعلق معاها أغاني، بتفضل مركزة معاها في لما كانت تتعرض في التلفزيون. وليها خالة بتشتغل مدرسة موسيقى في الكويت، هي كانت تقعد جنبها وهي بتعزف جيتار. فأنا قررت إن أنا أجرب، حاسة إن هي ليها ميول فنية، وديتها في الاستاد، في مركز الشباب الاستاد. طبعا هم في مسابقات بتطلع تبع الشباب ورياضه، دربها طبعا اول ما رحنا مستر اسلام، حاسه ان هي ممكن تجيب في الجيتار. اتطورنا شويه، في مدرب تاني شافها اسمه مستر احمد، قعد معاها فتره صغيره دربها شويه على الفايولين. وبعدين اللي عمل معاها نقله كبيره كان الله يرحمه مستر علي العسيلي، طور من مهاراتها كتير وقال لها مش هينفع خالص ان احنا نشتغل على الات وتريه من غير الاورج. فدربت على الأورج وجامعها بسرعة، وطبعا اترتب عليه ان هي معاد التدريبات تانية على الجيتار والكمانجا، عمل معاها فرق كبير قوي. انا ابتديت معاها من سنة، وكانت بتعزف 3 آلات موسيقية، وقمت بتطويرها. يعني في بعض الاشياء ان احنا طورناها في الموسيقى، والفترة الجاية إن شاء الله بنتمرن على 3 آلات، وناويين نرفع الأداء ويبقى معها على الأقل 6 آلات تكون بتعزفهم بشكل ممتاز إن شاء الله.